الناس ما بينتبهوا ليها. لما تقول له العفو بيقوموا بيقول لك العفو لله والرسول صلى الله عليه وسلم. يلا زول انتبه. لما تقول العفو الإجابة يا أخواننا تكون العفو لله. يعني ناس بيقول لك بيجيبوها كده ماشية بس العفو لله والرسول. صحيح تقول العفو لله، ليه؟ لأنه يا أخواننا العفو من العبادات، عبادة. وربنا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على منه؟ فأجره على الله. اللي بيديك أجرك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا ما بيدي الأجر ولا بيقبل العفو هو، ولا يوم القيامة هو اللي بيحاسب الناس. يعني يقول لك أنت عفيت، أنا عفيت منك، وأنت أنا خليتك، وأنت أنا دخلتك الجنة، وأنت أنا دخلتك النار. لا 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 لا، هذا لله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تقول العفو زوج قال لك العفو يعني عفو عننا، تقول له العفو لله يعني عفيت عنك لوجه الله سبحانه وتعالى. الزول ما يقول العفو لله والرسول. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم معظم ومحبوب لدى المؤمنين ولدى المسلمين، لكن العبارات تكون مضبوطة، تكون مضبوطة. يا زول ما يخش في خلل في العقيدة إنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعفو عن الناس. لا لا لا، ما هو اللي بيعفو ولا هو اللي بيغفر الذنوب. ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللي بيغفر الذنب واللي بيعفو هو الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.